بسم الله على بركة الله ومرحبا بكم أخوات مرة أخرى في لايف جديد مع زهر ماروك. دائما كيف ما وعدناكم الجديد والتنوع، نتمنى إن شاء الله الموديلات اللي غادي نوريكم اليوم يروقوا الإعجاب ديالكم. مرحبا بكم. بالنسبة للموديل اللي عندنا اليوم، نتمنى أن الإضاءة تكون واضحة لكم. الموديل اللي عندنا اليوم عبارة عن مونتو كاشمير من النوع الرفيع، لامارك زهر. مرحبا بكم. بالنسبة للمونتو ديالنا عبارة عن كاشمير بحال هذا الموديل اللي أنا لابسة دابا، في النواغ كاشمير انواغ على هذا الشكل. نتمنى انها تكون واضحة. الى ما وضحتش لكم الصورة ممكن تقول لنا راه ما وضحاش. مرحبا بكم اخوات. الموديل كيف قلت لكم اليوم عبارة عن مونطو في بزاف ديال الالوان اللي غادي يعجبوكم بزاف، اللي غادي يروقوا الاعجاب ديالكم، انا متاكدة منهم. هذا الموديل اللي انا لابسة، نتمنى يكون واضح لكم في التصوير، على هذا الشكل راه طويل. مونطو كاشمير من نوع الرفيع، طويل على هذا الشكل، يجي على هذا الشكل. فيه هنا واحد ديزاين منه بحال الشبكه. في النواغ ما غاديش يكون واضح لكم، ولكن ملي غنوريه لكم في الالوان الاخرى غادي يوضح لكم هذا الديزاين. عنده قب بفيغور ديالو غزال على هذا الشكل. عنده سميطه دائما كتبقى اختياريه. ليمونش سامبل، عنده مطرقات. الموديل ديال هاد المونطو كيجي على هاد الشكل، وبالنسبه للالوان اللي متوفرين فيه انا غادي نوري لكم واحد بواحد. ما شاء الله فيه لونات زوينين. درهم الموديل بهذا اللون راه نفس الموديل اللي انا لابساه، كيجي على هاد الشكل. نتمنى يكون واضح لكم. هذا هو الموتيف اللي كنت بغيتكم تشوفوا في النواغ، ولكن ما كانش باين هكا داير. راه نفس الموديل اللي انا لابسه، غير ملي مفتوح بان لكم الموتيف مزيان. يجي على هذا الشكل. كاشمير ديالو زوين ورطب بزاف، كاليتي. فيغور ديالو حتى هو على هذا الشكل. عنده سميطه، دائما السميطه كتبقى اختياريه. هذا اللون الثاني، اللون الاول اللي هو النوار اللي لابسه انا، هذا اللون الثاني اللي هو بيج، بيج مغموق. عنده زول لون اخر، هذا حتى هو راه اللون نفس اللون اللي انا لابسه، هذا في النوار. عندوز لكم لون اخر. اللون الموالي على هذا الشكل الجري. نتمنى يكون واضح لكم. اخواتي اللي كانت الاضاءة ما بيناش مزيان، الله يخليكم قولوها لينا وعاونونا بالبارطاج واللايك باش توضح الصورة اكثر. على هذا الشكل، هذا اللون الجري. دابا هذا هو اللون الثالث اللي انا وريت لكم. اللون الاول هو الاسود اللي انا لابساه، اللون الثاني كان بيج، واللون الثالث هو جري. نتمنى يكون واضح. هو نفس الموتيف، عندي ريدي باش يبان لكم الزواقه ديالو كيف دايره.
بكم الاخوات، مرحبا بكم كاع البنات اللي كيتابعونا. توحشنا نديرو لايف معكم صراحه. شكرا على التعليق ديالكم مزيانه، و شكرا على الاعجاب ديالكم بالصفحه. فيكم هذا اللون الجري، دوزو اللون الموالي. اللون الموالي نتمنى يكون واضح، حيت التصوير صراحه كيحز في نفسي انا، التصوير ما كيعطيش اللبسه او ما كيعطيش الموديل الحق ديالو صراحه، ما كيعطيش الحق ديالو. بحال هذه راه اللون ديالها غزال، اللون ديالها بوردو، بوردو مغلوق، اكيد ما غاديش يبان لكم مزيان. كنحاول نقرب لربما توضح الصوره. الفروغ ديالو في النوار على تشكل طويل، نفس الموديل اللي انا لابساه، يجي على تشكل عنده سميطة هنايا، هي السميطة ديالو. سخون صراحة ديال البرد، كشمر ديالو زوين ومرطب، طبصلة ديالو زوينة. كاين هاد البوردو، وكاين اخر لون في هاد الموديل هو هاد البيج، بارد، هاد البيج بارد مفتوح، كنقول ليه بارد هو مفتوح، بيج مفتوح. هذا غيكون واضح ليكم طبيعة الحال اللون ديالو على تشكل. بالنسبة لليدين، لي موش او اليدين بحال بحال، فيهم طراقات على هاد الشكل. الموتيف اللي كاين في الصدر على هاد الشكل، غنقرب لكم مزيان باش غير توضح لكم، على هاد الشكل داير، وعندو صداف حتى لتحت. الفيغيغ ديالو هو اللي حمقني، الفيغيغ ديالو في هاد اللون، انا كيعجبني هاد اللون حتى هو، شتو كيف داير، لون زوين صراحة. الالوان مغموقة عندها لو شغم ديالها، والالوان مفتوحة حتى هي عندها لو شغم ديالها. كيجي على هاد الشكل، كيجي على هاد الشكل. بالنسبة لهاد الموديل اللي انا لابساه، راه انا وريت لكم اللون ديالو تقريبا كاملين، في واحد البيج اللي هو مغموق، وفي هاد البيج اللي مفتوح، وفيه الكري، وفيه النوار اللي انا لابسه، وفيه هاد البوردو هذا، او كنسميه بوردو هذا. نسوء الحظ ما بانش لكم في التصوير مزيان، نسوء الحظ بصراحه، ولكن والله الا الوانات زويوني تواصلوا معنا ونصيفط لكم التصاور، يعني تعرفوا على الموديل عن قرب. الموديل الاول على هذا الشكل، كشمير غليظ ديال البرد طويل. عاتي البنات هادي امانه مني ياك، فضلا وليس امرا، دخلوا اليوتيوب لاشين وشوفوا هادي ملبوسه، وردوا عليا، خليو كومونتيرات ردوا عليا، هادي معلقه وكيف ملبوسه ولا تتصدموا، راه طويله صراحه. انا عجبتني البسه، عجبتني طويله طويله نيت. على هذا الشكل الفيديو غتبان لكم اوضح، غادي ندوزهم لكم دابا مرور الكرام، كمجرد بطاقه تعريفيه عليهم سريعه. كاين هذا الموديل، هانتوما هذا كيجرى وعاء في اللبسه، هذا ما غاديش تحكموا عليه دابا، شوفوه ملبوس. الموديل الموالي على هذا الشكل، وحبين هاد الموديل يبانو. الفوق راه كشمير، وهنا شنو نقولوا لهذا دودون ولا داك الموديل
ثوب بحال جاكيت غليظ ديال البرد على هاد الشكل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. عنده سميطه وعنده قب، عنده القب على هاد الشكل. نتمنى يكون باين لكم واضح لكم الفيغور ديالو. دائما هاد راه كيتقلع يعني على حسب عندك هذا الصنطة، على حسب فاش كترتاحي انت. بغيتي تخليه بالقب خليه، ما بغيتيش كتحديه عادي. وراه طويل هذا، راه ماشي فيت الركبة، هذا راه فيت الركبة اللي فيت الركبة اللي ديال بصح. خاص شي حد يكون فيه مترو 75 ولا مترو 80 عاد يصلي الركبة، راه طويل. وحده مترو 67 و 65 عاجا بحال جلبة، عاجا طويل. هي ما باينش مزيان الطول ديالو هنا ولكن طويل. الموديل الموالي هاد الموديلات كاملين دابا اللي كنوريكم البنات راه دايره لهم فيديو مفصل وبجوده التصوير اللي هي مزيانه، فلاشين حاطين فلاشين. دابا غير كندوزهم لكم باش الا كنتم مهتمين دخلوا لاشين وغادي تشوفوا كل موديل من هادو اللي كنوري لكم دابا وهو ملبوس بجوده التصوير احسن احسن من هكا. على هاد الشكل هذا راه كشمير، كذلك كشمير في الفيغ بيترول راني لابسه في الفيديو اللي حطيته في لاشين. الصدر هنايا عنده هذا الموديل اللي عباره عن طريزات وفيه شي بغيون، فيه واحد البغيون منه صراحة مخدومة صراحة. هذا الشيء اللي غنقدر نقول لكم بأن الخدمة متقونة. اللور عنده هذا الشكل، هذا فيه لي بلي هنايا يعني غير تلبس بحال منطوق توا، كذلك من هنا فيه لي بلي. نتمنى يكون واضح، ولكن إلا بغيتو تشوفوه واضح راه صراحة الفيديو فلاشي. هذا الشيء اللي غنقدر نقول لكم حيت اللايف ما كيعطيش القطعة الحق ديالها لا في اللون حتى لا كاليتي ما كتبانش، ولكن هو مجرد ناخذ فكره صافي. الموديل الموالي على هذا الشكل، حبيت هذا الموديل بزاف ولابساه في الفيديو اللي حاطه في لاشين. غتشوفوه ردوا عليا الخبر. هذا الموديل حبيته انايا، شو كيداير والله البنات الا غزال نارينا شي كيحمقني شي كنسك شي هكذا. وسامبل صراحة السامبل هذا كان احسن منه احتراما للاذواق ديال الذوق ديال الناس اللي عزيز عليهم كثر الذوق، ولكن السامبل صراحة حاجة رائعة. شتي على هاد الشكل عجبني فيه هنا راه اش غنقول لكم هنا بحال الدان بحال الدان، ولكن هذا راه كشمير جاي على الشكل. القب دائما راه كيتزول، اللي ما بغاش القب كيتحيد. شوفوا لي بلي اللي دايرين لهم في الظهر، ماشي لي بلي هاد الاخرات كنقول لهم الاخرات، ما عرفتش واضح لكم ولا ما واضحاش في الصوره. عند الجيوبه هنايا كذلك راه فايت الركبة، فايت الركبة نيت ماشي فايت الركبة غير شوية، فايت الركبة نيت بزاف. نتمنوا تدخلوا عندنا وتابوناو باش يعاود يوصلكم كاع الجديد ديال الإشعارات. هذا حتى هو محقور ولكن خاصكم تشوفوه ملبوس. صراحة هاد الحوايج التركية اللي ملبستيهمش ما كيبانش، كنت تشوفوا فيديو من البوس. هذا راه اش نقول لكم، هذا فودان وكيتيره، فودان لا كاليتي ديالو زوينه، كيتيره وخفيف
خفيف وصخور في نفس الوقت وطويل، عنده سلسلة في الوسط. مزيد من التفاصيل غتلقاوها في الفيديو دائما. الموديل الآخر على هذا الشكل كذلك درنا له فيديو. هاد الموديلات كاع اللي وريتكم مؤخرا راه الفيديو فاش الفيديو اللي درنا فيهم التفاصيل غتلقاهم في لاشين. كنعاود هضره بزاف. هذا حتى هو كشمير في البيج، نتمنى يكون واضح، نتمنى ولكن واضح كل الوضوح في الفيديو صراحة. خدوا دابا غير فكرة على اللون والشكل، إما كيف ملبس راه غادي تلقاو الفيديو. إلا كنتو مهتمين بالقطع أكيد مرحبا بالجميع. هاد القطعة يا خوتي كذلك، هاد القطعة روعة. الظروفية تقولي لي انت كاع القطعة اللي هزيتي كتقولي روعة، واش نقول لكم راه حاجة تنسيك في حاجة. كنقول هادي لبستها زوينة كنمشي كنلقى وحدة حسان منها، نلبس الأخرى ونلقى تاني حسان منها. هذا كشمير، كشمير النوعية الرفيعة، رطب بزاف. هنا عنده ستيل ديال الجلد، هنا راه الغوج والنوار، اللون ديال الغوج والنوار يعني الحمر والكحل. عنده سنيسلة تلتحت، وهاد السنيسلة داير بها هاد لاسانتيغ ديال الجلد، بحال سميطة وسميطة هنايا ديال الجلد. بالنسبة لليدين كذلك كيجي على هاد الشكل، طول راه طويل كذلك.